هؤلاء الأطفال لا ذنب لهم سوى أنهم أبناء لاجئي كاريني الذين يعيشون في مخيمات على طول الحدود بين تايلاند وميانمار، ويواجه المئات من النساء والأطفال في تلك المخيمات نقصاً في الأدوية والعاملين في مجال الرعاية الصحية. تقريبا كل الأطفال هنا يسعلون، طفلي يعاني أيضا من الحمى، هم لا يستطيعون توفير الدواء لكل طفل، وقالوا إن هناك نقصا في أدوية الأطفال. وينتمي العديد من اللاجئين إلى جماعة كاريني العرقية الذين فروا من الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المحلية وقوات المجلس العسكري التي هزت ولاية كايا شرق ميانمار منذ مايو الماضي بعد انقلاب عسكري وقع في الأول من فبراير من العام الحالي. أنا حامل في الشهر السابع، أعطتني مسعفة كاريني المتطوعة الدواء وحمض الفوليك، وأعطتني 4 أدوية أخرى لا أعرف أسماءها. أعضاء لجنة الإغاثة في المخيمات هم المسؤولون الرئيسيون عن تلبية احتياجات اللاجئين. نحن كمنظمة كاريني النسائية نقدم فقط الاحتياجات الخاصة بالنساء، لكن هذا لا يكفي. تستضيف تايلاند حالياً آلاف اللاجئين في المخيمات، هم في الغالب من الأقليات العرقية وأغلبهم من كاريني، فروا من الاضطهاد المنهجي في ميانمار، ولا تزال تعتبرهم الحكومة نازحين مؤقتاً.